عقوبات أمريكية قاسية على روسيا استهدفت صندوق الثروة القومي الروسي وتعاملات الديون السيادية والسندات المقومة بالروبل، إلى جانب 32 كياناً ومسؤولاً تشمل الاستخبارات وشركات تكنولوجيا، مع طرد 10 دبلوماسيين. البيت الأبيض يقول إن هذه العقوبات رغم حجمها لا تسعى للتصعيد، بل لجعل روسيا تدفع ثمناً لبعض تصرفاتها غير المقبولة من قبل واشنطن وحلفائها. الرئيس بوتين وأنا نتحمل مسؤولية توجيه هذه العلاقة، وأنا أخذ هذا على محمل الجد، وأعتقد كذلك الرئيس بوتين. الشعبان الروسي والأمريكي هما شعبان فخوران ووطنيان. أعتقد أن الروس كما الأمريكيين يريدون الاستثمار في مستقبل آمن للعالم. العقوبات جاءت رداً على العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وقرصنة برنامج إلكتروني يدعى سولار وينز، أدى إلى كشف معلومات عن 18,000 شركة أمريكية حكومية وخاصة، إلى جانب وزارات الخزانة والعدل والخارجية. العلاقات الروسية الأمريكية في أسوأ أوضاعها منذ عقد من الزمن، ولا أتوقع أن تتغير لسنوات طويلة حتى بعد تغير القيادة في الكرملين. جزء من العقوبات طالت مسؤولين عسكريين لعبوا دورا في انتهاكات بحق المدنيين في شبه جزيرة القرم وفي أوكرانيا. ورغم هذا يقول البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن يتطلع إلى لقاء قريب يجمعه مع الرئيس بوتين في مكان ما في أوروبا لبحث قضايا مفصلية مثل الصين وإيران والمناخ وغيرها. رغم هذا المكان لم يتحدد بعد، وحتى موافقة الرئيس بوتين من عدمها. نادية البلبيسي، الحدث، واشنطن.